بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 34. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام ببيان مفسدات الصوم وفي شهر رمضان وغيره، وهي جميع ما حرم الله، فيجب على المسلم أن يتجنبها دائما وأن يصوم عنها دائما. وإنما تذكر مع الصيام لأنها تؤثر فيه، تؤثر في الصيام، لا أنها إنما تحرم وقت الصيام، بل هي تحرم دائما وأبدا. فإذا تقرب العبد إلى الله بترك شهواته المباحة فإنه يجب عليه من باب أولى أن يتقرب إلى الله بترك ما حرم الله عليه في كل حياته. وهذه المحرمات منها ما يصدر عن اللسان، ومنها ما يصدر عن النظر، ومنها ما يصدر عن السمع، ومنها ما يصدر عن حركات الإنسان. فأما الذي يصدر عن اللسان فهو كل كلام محرم، كل كلام محرم يجب على المسلم أن يتجنبه، خصوصا إذا كان صائما. وذلك مثل الغيبة، الغيبة حرمها الله سبحانه بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره، أن تتكلم في أخيك وهو غائب بما يكرهه أن يذكر عنه، كقول فلان بخيل، فلان فيه كذا وكذا من العيوب، فلان قصير القامة طويل القامة، فلان يعمل كذا وكذا من الأشياء التي لا تليق، وأن تتحدث عنه بمثل هذا الكلام الذي لو سمعه لكرهه، كره أن يقال، أن يقال فيه هذا الكلام. هذا هي الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. فالمغتاب لا يخرج عن كونه مغتابا أو كذابا، وكلاهما حرام، الغيبة حرام والكذب حرام. فلا يقول أحدكم: هذه الصفات في
في أخي الذي أتحدث عنه، أنا ما أقول عليه شيء ما هو فيه، نقول هذا غيبة. إذا كانت هذه الصفات القبيحة فيه فذكرك إياها غيبة، وإذا كان سليما منها فذكرك إياها كذب عليه. إذن احفظ لسانك، لا تتكلم في أعراض الناس، لأن بعض الناس يسهل عليه ترك الطعام والشراب والمباحات، لكن لا يسهل عليه ترك الغيبة، ما يستطيع أنه يترك الغيبة لأنه تعود عليها، والعوام والناس ما تعمر مجالسهم إلا بالغيبة في أعراض الناس، ما يجدون مجالا يتحدثون فيه إلا أعراض إخوانهم. إذا كانوا صائمين فإن هذا يقدح في صيامهم، يقدح في صيامهم مع كونه حراما يأثمون عليه، فهو أيضا يقدح في صيامهم، فلا يكون لهم ثواب في صيامهم مع الغيبة، بل يكون صيامهم تعبا بلا فائدة. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، فهذا ترك ما أباح الله ولم يترك ما حرم الله، هذا ليس بصائم على الحقيقة، وإن كان صائما في الظاهر لكنه ليس بصائم، لم يصم لسانه، صام بطنه ولكن لم يصم لسانه، فلسانه يحصد ما زرعه من العمل الصالح. النوع الثاني من آفات اللسان النميمة، النميمة وهي الوشاية بين الناس ونقل الحديث بينهم على وجه الإفساد، كأن يقول لشخص فلان يقول فيك كذا وكذا، ينقل له حديث سمعه من فلان فيقول فلان يتكلم فيك قال فيك كذا وكذا من أجل أن يجعل هذا الشخص يبغض المنقول عنه الكلام، ثم يذهب للثاني ويقول فلان قال فيك كذا وكذا 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 من أجل أن يفسد ما بينهما من الأخوة والصلة، وهكذا يمشي بين الناس وينقل بينهم الوشاية بعضهم ببعض حتى يجعلهم أعداء متباغضين. هذا عمل النمام، لا يستقر حتى يفسد بين الناس، ينقل حديث بعضهم في بعض حتى لو سمعت شخصا يتكلم في آخر الواجب عليك مناصحته، أما أنك تأخذ كلامه وتذهب به إلى الشخص المتحدث عنه تزيد الشر شرا
الأول مغتاب، الذي تكلم بعرض أخيه مغتاب، وأنت إذا نقلت هذا الكلام أنت نمام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، في رواية: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم، نميمة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذين الميتين يعذبان في قبورهما، لأن الله أطلعه على ذلك. وهذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أطلعه على أحوال الموتى في القبور من أجل مناصحة الناس، مصلحة الناس. أما قال صلى الله عليه وسلم مبينا سبب تعذيبهما في القبور: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. هذا محل الشاهد من الحديث: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، أو لا يتنزه من البول. دل الحديث على أن النميمة تكون سبباً لعذاب القبر والعياذ بالله، وأن النمام يعذب في قبره، دل على شدة خطرها. هي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي نوع من السحر. النميمة نوع من السحر، لأنها تعمل أشد من عمل السحر. ولهذا قالوا: يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، دل على أن النميمة أشد شرا من السحر، لما تحدث بين الناس من العداوة والبغضاء، توجب القطيعة بين الأقارب، توجب القطيعة بين الابن وأبيه والأخ وأخيه، توجب القطيعة بين المسلمين بعضهم مع بعض، وقد توجب القتال، فقد تقوم الحرب بسبب النمام الذي يحرش الناس بعضهم على بعض. قد يحملون السلاح ويتقاتلون ويسفكون دماءهم بسبب النمام. النميمة خطيرة في كل الأوقات، والنمام عدو للمجتمع، يجب الحذر منه. والنميمة من الصائم أشد، إذا كان صائما عن الطعام والشراب ولكنه لا يصوم عن النميمة فما معنى صيامه؟ ما معنى صيامه إذن؟ ليس له فائدة من الصيام، ولا ثواب ولا أجر، لأنه ضيعه بالنميمة. وكذلك من آفات اللسان السب والشتم
والبداءة بالقول القبيح، تجد بعض الناس يشتم ويسب ويلعن ويلغو بلسانه وهو صائم. أين الصيام إذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صام أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، ولا يرد عليه. إن سابه أحد، يعني لو اعتدى عليه أحد تكلم عليه أو سبه فإنه يصمت، الصائم يصمت ولا يرد، وإن كان الرد جائزا لأنه من باب القصاص، ولكن ما دام أنه صائم فإنه يصمت. فإن سابه أحد فليقل إني صائم ولا يرد عليه. فإذا كان الرد لا يجوز للصائم فكيف بالبداءة بالسب والشتم؟ فليصن الإنسان لسانه، وهذا واجب عليه في كل وقت إنه يصون لسانه. قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلام الذي تقوله يكتبه الحفظة في صحيفتك، ما هو كلام يطير مع الهوى وينتهي ويروح تحسبه راح خلاص، لا، حتى لو أن الناس ما ردوا عليك ولا دروا عن كلامك الذي تكلمت فيهم، ما دروا، الملك يكتبه عليك في صحيفتك، وفي يوم القيامة يؤخذ من حسناتك وتعطى لهذا الشخص الذي وقعت في عرضه، لأن الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحدا ولا يترك الناس يظلم بعضهم بعضا، بل ينتصر للمظلوم من الظالم إما في الدنيا وإما في الآخرة. لابد من إنصاف المظلوم من الظالم. ومن أعظم الظلم الكلام القبيح الذي يصدر من الإنسان في حق الناس، في حق الآخرين. الناس يهون عليهم أنك تأخذ من أموالهم، ولكن لا يهون عليهم أبداً أنك تتكلم فيهم. المال عندهم أسهل من العرض، أعراضهم أحب عليهم من أموالهم، فلا تعتدي على أعراض المسلمين، تغتاب المسلمين، تنم بين المسلمين، تشتم المسلمين، تسبهم، غير ذلك من آفات اللسان الخطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا شيء من آفات اللسان
الخطيرة التي يجب على المسلم حفظ لسانه عنها دائما وأبدا، وفي حالة الصوم أشد، لأنها تؤثر على صيامه وتذهب بأجره وثوابه. أما آفات النظر فهي خطيرة، النظر إلى ما حرم الله هذا محرم دائما وأبدا. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا من أبصارهم، لأن إطلاق النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه سهم مسموم، النظر سهم مسموم، سهم خطير، السهم خطير يجرح ويقتل، فما بالك إذا كان مسموما، شره أشد، سهم مسموم من سهام إبليس. وين يذهب السهم هذا؟ يذهب إلى قلب الناظر، يذهب إلى قلب الناظر فيصيب قلبه. الشاعر يقول: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يا نظرة فعلت لقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ساء خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالنظر، الله جعل لك البصر، جعل لك النظر نعمة منه، لكن لا تستعمله في الحرام، استعمل النظر فيما أباح الله أو فيما ينفعك. النظر في ملكوت السماوات والأرض والاعتبار بها والاتعاظ، أما أنك تستعمل نظرك فيما حرم الله عليك فهذا ممنوع، ويعود ضرره عليك. فلا تنظر إلى ما حرم الله من النساء ونحوهن من أسباب الفتنة، سواء تنظر إلى النساء، تنظر إلى النساء اللاتي أمامك في الأسواق أو في الشوارع، أو تنظر إلى النساء في شاشات التلفاز، النساء التي يظهرن في شاشات التلفاز من خلال البث الفضائي الذي فتن به كثير من الناس اليوم، ينظرون إلى النساء الفاتنات التي يعرضن بهذه الشاشات، عاريات متكشفات متهتكات على أسوأ منظر، ينظر إليهن واحدة تلو الأخرى من محطة إلى محطة أخرى، وهكذا تتبع كل ما يعرض في هذه الشاشات من النساء الفاتنات التي جعلنا فتنة للناس لإفساد الأخلاق وضياع المروءات، أو كان النظر إلى صور خليعة في الصحف والمجلات وكتب الأدب الرخيص، كتب المجون والقبح، فالنظر
خطير جدا في كل هذه المجالات. فعلى المسلم أن يغض بصره، وإلا فليعلم أنه يطعن في قلبه وأنه يقتل نفسه بنظره. كم من أعراض ضاعت بسبب النظر، بسبب النظرات، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، يقول الشاعر. كل الحوادث مبداها من النظر. أما إذا غض المسلم بصره فإنه يسلم على عرضه، ويسلم على دينه، ويسلم على صيامه. أما إذا سرح نظره وبصره فإن هذا النظر يجلب عليه الشر وفساد الأخلاق، وإن كان صائما فإنه أفسد صيامه، بمعنى أنه لم يبقى له فيه ثواب، بل صار ما يقال أنه يعيد الصيام لأنه صام في الظاهر، لكن ليس له ثواب في صيامه، فهو ما صام عند الله عز وجل. وإن كان صام في الظاهر لكن صيامه من ناحية دون الناحية الأخرى، صيامه إنما هو عن المباحات لكنه لم يصم عن المحرمات. الصيام عن المحرمات أولى، لا يتقرب إلى الله بترك المباحات إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. أما آفات السمع، الله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع أيضا خلقه الله لك نعمة منه سبحانه وتعالى، فاستمع به ما ينفعك، استمع به ما ينفعك أو ما يباح لك، ولا تستمع ما حرم الله، لا تستمع ما حرم الله من الغيبة والنميمة أو من الأغاني والمزامير التي أصبحت هي الشغل الشاغل لكثير من الشباب والشابات، بل والشيوخ أيضا فتنوا بالأغاني ومتابعة المطربين، المطرب فلان والمطرب فلان، واللي الذي لا يذاع منها يكتب إلى الإذاعة يطلب أغنية فلان ويهديها لأبيه أو لأخيه أو لقريبه، يتهادون الأغاني والعياذ بالله. ألا من التعاون على الإثم والعدوان؟ بئست الهدية، هدية الأغنية الفلانية، هذا فتنة للأسماع. ولا الغنى، يقولون الغنى رقية الزنا، ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب. فإذا سمع أغاني العشق والغرام ووصف الجميلات، وصف الخدود والقدود، سهل عليه الوقوع في الفاحشة، وجره ذلك إلى الوقوع في الفاحشة. فيجب على المسلم أن يصون سمعه عن هذا الغثاء الخبيث دائما وأبدا، ولكن في حالة الصيام أشد، لأنه إذا استمع إلى الأغاني والمزامير
فإنه يرتكب جريمتين. إذا استمع إلى الأغاني والمزامير وهو صائم فإنه يرتكب جريمتين. جريمة الأولى استماع الحرام، وهذا حرام عليه دائما. الجريمة الثانية أنه أفسد صيامه، أفسد ثواب الصيام، فأصبح تعبا بلا فائدة. فإذا صام الإنسان فليصم لسانه، وليصم بصره، وليصم سمعه عن هذه المحرمات، وإلا فإنه لا يكون صائما على الحقيقة. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك، وأن يكون على حذر من هذه الأمور في كل لحظاته وكل حياته، ولا سيما إذا كان صائما. نعم. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذ. فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل جميعا، ولا أحد يزكي نفسه أو يمدح نفسه، قد يسلم من شيء ويقع في شيء آخر. كلنا خطأ، خير الخطائين التوابون. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، وأن نصون صيامنا عما يفسده ويبطل ثوابه، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى بكل ما أمرنا به ونهانا عنه، حتى نكون من عباد الله المتقين الذين ينفعهم صومهم تنفعهم أعمالهم، يسلم لهم دينهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. جزا الله فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله على ما قدم. يقول السائل: كثيرا ما يرد لفظ الساعة وتقدير الوقت بها في الأحاديث النبوية، كحديث ساعة الاستجابة يوم الجمعة التي قبل المغرب، فكيف تحسب هذه الساعة وكيف تقدر؟ الساعة هي الجزء من الزمن، هي القطعة من الزمان، هذه هي الساعة، لأن الزمان ساعات، يعني أجزاء من الزمن، سواء كانت طويلة أو قصيرة، كله يسمى ساعة، كل قطعة من الزمن يسمى ساعة. وليس المراد الساعة الفلكية التي هي 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية مقدرة بدرجات الفلك، لا، الساعة هي الجزء من الزمان، سواء كان قليلا أو قصيرا، سواء كان طويلا أو قليلا، هو الساعة. نعم. يقول السائل: المعروف أن القرآن نزل على 7 أحرف، فهل المقصود بذلك القراءات 7؟
نعم هذا ورد في الحديث أنزل القرآن على 7 أحرف، اختلف العلماء في تفسيره، ولم يقل أحد منهم فيما أعلم إن المراد بها القراءات 7، وإنما قالوا المراد اللهجات، لهجات العرب مثل تعال وأقبل وهلم ونعم، المراد بها اللهجات، لهجات العربية. نعم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس قبل الفطر يرفعون أيديهم، فهل هذا مشروع؟ لا بأس، إذا دعا المسلم ربه يرفع يديه مع الدعاء، لأن هذا من أسباب القبول ومن آداب الدعاء، إلا في المواضع التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه، فنحن لا نرفع أيدينا في المواضع التي لم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فيها. نعم. يقول السائل: رجل أدى طواف العمرة وصلى سنة الطواف ثم اتجه إلى زمزم ثم إلى الصفا دون أن يعود لاستلام الحجر الأسود قبل السعي، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، لأن الرجوع إلى استلام الحجر سنة وليس واجبا، فإذا تركه فلا شيء عليه، لا سيما في وقتنا الحاضر وقت الزحام الشديد، ما يتمكن الإنسان أنه يرجع ويستلم الحجر لشدة الزحام. نعم. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يحجز مكانا لمعتكفين غير موجودين يأتون في 10 الأواخر، وإذا أتى إنسان منعه من أخذ هذا المكان؟ لا يجوز احتجاز الأماكن إلا لمن جاء إلى المسجد، أما من كان خارج المسجد وله جاي إلا بعد مدة، ما هو جاي إلا بعد مدة، فلا يجوز حجز المكان وطرد الناس عنه. إذا حضر هذا الشخص يجد مكانا في المسجد. الله جل وعلا يقول: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا يحجز مكان إلا لمن كان حاضرا، أما الذي ما حضر فلا يحجز له مكان، إذا جاء يحصل مكان إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل الأذكار كالتسبيح والتحميد والتكبير يضاعف أجرها كما تضاعف الصلاة في الحرم؟ النص ورد في الصلاة، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ورد النص في الصلاة، ويرجى أن بقية الأعمال تكون مضاعفة مثل الصلاة، يرجى هذا، لكن ليس فيها نص. نعم. يقول السائل: ماذا يقول مستمع الأذان إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ يقول مثله، يقول الصلاة خير من النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فليقل مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن، وهذا يشمل التثويب، يشمل التثويب، إذا قال الصلاة خير من النوم يقول مثله. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف التنقل داخل الحرم أم لا بد من أن يلزم مكانا؟ يجوز، الحرم المسجد كله معتكف، كله معتكف، كل ما هو داخل المسجد فهو معتكف له، فله أن يتنقل من مكان إلى مكان داخل المسجد، إنما الممنوع خروجه من المسجد. نعم. يقول السائل: هل يجوز الاقتراض أو أخذ الهدية من تاجر يعطي الرشوة؟ الذي تعلم إن حرام
لا يجوز لك أخذه، ما علمت أنه حرام لا يجوز لك أخذه، أما الذي لا تعلم أنه حرام فالأصل الإباحة تأخذ منه. نعم. يقول السائل: تنتشر في بلادي ظاهرة غريبة تتمثل في تعليق عجلات السيارات وحذوة الفرس على أبواب البيوت لغرض دفع العين، فما حكم الشرع في هذا العمل؟ هذا حرام، وطيرة هذا من التطير، قد قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. والطيرة هي التشاؤم، تعليق الأحذية وتعليق كفرات السيارات أو تعليق الخيوط أو غير ذلك، كل هذا من وسائل الشرك ومن علامات الشرك بالله عز وجل، والطيرة والتشاؤم. والمسلم يتجنب هذه الأشياء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: ما حكم التصدر للتدريس بدون إجازة أو تزكية من العلماء؟ لا بد من هذا، لا بد من أخذ الإذن من ولي الأمر، ما هي الأمور ما هي فوضى، الفوضى لا تجوز، فلا بد من أخذ الإذن من ولي الأمر، ويشترط أن يكون من العلماء، يكون هذا الشخص من العلماء عنده مؤهلات تؤهله للتدريس. أما أنه ليس عنده مؤهلات ولا يأخذ إذن من ولاة الأمور، هذا يعمل فوضى ولا ينضبط هذا الأمر، ينفتح الباب لكل من يريد يتكلم ويدرس، يتكلم الجهال ويتكلم أهل الضلال وأهل البدع، تصبح الأمور فوضى، هذا لا يجوز. إذا كانت أمور الدنيا لابد لها من نظام، أمور الدنيا لابد لها من نظام ولا تصبح فوضى، فكيف بأمور الدين؟ أمور الدين أولى بالضبط وأولى بالتنظيم، حتى يسلم الناس من شر دعاة الضلال والجهال. نعم. يقول السائل: رجل قام من النوم وشرب ماء وأوى الأذان الثاني يؤذن، ما حكم صيامه؟ إذا كان الأذان على الفجر فصيامه غير صحيح، عليه القضاء، يعتبر صيامه إمساك بقية اليوم، ولكن لا بد من القضاء لأنه مضى جزء من النهار وهو مفطر، فلا بد من القضاء إذا كان الأذان على طلوع الفجر. نعم. يقول السائل: ما حكم التقاط بعض الأشياء التافهة بمكة؟ لا يجوز اللقطة، ما يجوز أخذ لقطة مكة إلا لمن يبحث عن صاحبها، يبحث عن صاحبها إلى أن يجده يدفعها إليه، إذا كان على استعداد أن يقوم بهذا فليأخذها، أما إذا كان ما عنده استعداد يتركها، ما هم كلف فيها. نعم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة إلى غير القبلة إذا كنت مسافرا على الطائرة؟ النافلة تجوز، على تجوز إلى غير القبلة وقت السير وأنت متجه إلى البلد الذي تريد، تصلي النافلة من الليل أينما توجهت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، كان يصلي التهجد أينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام. أما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة، لأن من شروط صحة الفريضة استقبال القبلة لمن يستطيع، أما الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة فيصلي على حسب حاله، حسب استطاعته. نعم. يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة فيلم
كرتوني يمثل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فما حكم هذا؟ هذا ممنوع، هذا ممنوع عند أهل العلم، صدر فيه قرارات من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء بتحريم تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم أو تصوير أحد من الصحابة، هذا ممنوع حرام. نعم. يقول السائل: ما هي حدود الملتزم، وهل ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، ما بين الحجر والباب، هذا الملتزم، ومعناه أنك تقف في هذا المكان وتدعو الله عز وجل، تقف ما بين الركن والباب وتدعو الله بما تريد من أمور دينك ودنياك. نعم. يقول السائل: يوجد عندنا من ينسب نفسه إلى أهل العلم ويفتي بجواز الدراسة في الجامعات المختلطة بحجة أن حفظ النفس مقدم على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، فما حكم هذه الفتوى؟ الحمد لله، طلب العلم ليس محصورا في الجامعات المختلطة، طلب العلم ميسور ولله الحمد، فيطلب العلم في غير الجامعات المختلطة. الجامعات المختلطة حرام الدراسة فيها مع الاختلاط، ما فيها من الفتنة والشر بين الرجال والنساء، والعلم ولله الحمد ميسر في غير هذه الجامعات. نعم. يقول السائل: هل يجوز اعتكاف ليالي الوتر من رمضان؟ الاعتكاف ليس له حد محدد، يعتكف مدة طويلة أو مدة قصيرة أو مدة متوسطة، ليس لمدة الاعتكاف حد محدد، يعتكف ليلة واحدة، ليالي، يوم، أيام، كله، وكل ما طال الاعتكاف فهو أفضل، كل ما طالت مدته فهو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر كلها من أولها إلى آخرها، هذا أفضل. نعم. يقول السائل: إذا حاضت المرأة بعد الطواف فماذا تفعل؟ لا بأس، إذا طافت وهي طاهر، طواف العمرة طافت وهي طاهر ما نزل عليها شيء، فعليها أن تكمل عمرتها، عليها أن تسعى وأن تقصر وعمرتها صحيحة، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. نعم. والتقصير لا تشترط له الطهارة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقبل زوجة عمه التي ربته منذ صغره علما بأنها كبيرة السن؟ إذا لم تكن من محارمه ولم ترضعه فلا يجوز له أن يقبلها ولا أن يصافحها، لأنه أجنبي عنها، ولو كانت ربته وهو صغير لا يكون محرما لها إلا بأحد أمرين، إما بنسب أو برضاع. نعم. يقول السائل: هل يجوز مد الرجلين إلى بيت الله؟ لا نعلم مانع من ذلك، أنه يمد رجليه، الأمر واسع ولله الحمد، إنما الممنوع استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، هذا الذي ورد النهي عنه، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، أما مد الرجلين فأمر سهل إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هناك 10 أشخاص يجمعون قدرا معينا من المال، يعطى لكل واحد منهم في يوم زفافه، بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا ويأخذ نفس المبلغ في يوم زفافه، فما حكم هذا العمل؟ هذا تقارض، هذا قرض،
على قارض يتقارضون، كل واحد يدفع مبلغ ويأخذ واحد منهم بالدور حتى يأتي على آخرهم. هذا قرض، أنا أرى أنه لا يجوز مثل هذا، لأنه قرض جر نفعا وقرض مشروط في قرض، ما تقرضني ما أقرضك حتى تقرضني، إذا لم تقرضني أنا ما أقرضك، هذا لا يجوز هذا. نعم. يقول السائل: كنت محرما لأداء العمرة وقد خدش جلدي فخرج منه دم، ثم أكملت العمرة، فهل العمرة جائزة أم باطلة أم علي إعادتها؟ ما عليك شيء، والعمرة صحيحة إن شاء الله، وهذا ما هو باختيارك. إذا انجرح جلدك أو سقط شيء من شعرك بدون اختيارك فلا حرج عليك. نعم، وعمرتك صحيحة. نعم. يقول السائل: أحرمت آخر يوم من نهار شعبان قبل صلاة المغرب، وطفت وسعيت بعد المغرب في أول ليلة من رمضان، فهل عمرتي تعتبر في شعبان أم في رمضان؟ هذه مشتركة بين شعبان ورمضان، بعضها في شعبان وهو الإحرام، وبعضها في رمضان وهو الطواف والسعي، فليست عمرة تامة في رمضان، ليست عمرة تامة في رمضان، بل بعض عمرة. نعم. يقول السائل: إذا نزل المني بسبب التفكير هل في ذلك إثم وهل يفطر؟ تأثم على تكرار التفكير، اقطع التفكير، وإذا حصل إنزال بسببه فلا يؤثر على الصيام لأنه بغير اختيارك، لكن اقطع التفكير وتوب إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ما هي ضوابط الغيبة التي لا نأثم عليها؟ ليس هناك غيبة لا تأثمون عليها، الغيبة كلها تأثمون عليها، لكن هناك أشياء يباح ذكر الأخطاء لأجل المصلحة العامة، كأن تشتكي من شخص يماطل في حقك، تشتكيه إلى القاضي لأنه تقول مماطل، أكل حقي، ظلمني، هذا من باب الشكاية، فيجوز هذا لأنه يتوصل به إلى الحق، توصل به إلى الحق. يجوز أن تذهب إلى رجال الحسبة وإلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول إن فلانا يحصل منه كذا وكذا من أجل أن يتابعوه، يأخذ على يده، هذا لأجل المصلحة العامة، المصلحة راجحة في هذا. نعم. فإذا كانت المصلحة راجحة على المضرة فلا بأس. نعم. يقول السائل: رجل في مكة وزوجته في الرياض، وأرادت العمرة مع ابن لها عمره 12 سنة، لكن بدون إذن زوجها، فما حكم عمرتها؟ إن شاء الله هذه عمرتها مرجعة، ما يجوز هذا، هذا فيه محذوران. المحذور الأول إنها ما استأذنت من زوجها، لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذن زوجها، إلا عمرة الإسلام، عمرة الإسلام أو حجة الإسلام ما يشترط إذن الزوج، إذا أبى فإنها لا تطيع، تؤدي العمرة وتؤدي الحج، إنه فرض، كما لا يمنعها من الصلاة كذلك لا يمنعها من فرض الحج وفرض العمرة. أما إذا كانت العمرة نافلة أو الحج نافلة فلا بد من إذن الزوج، فإذا لم يأذن فليس لها أن تحج ولا أن تعتمر، كما أنها لا تصوم صوم التطوع إلا بإذنه إذا كان حاضرا كما في الحديث. هذه ناحية، أنها خرجت بغير إذن زوجها. الناحية الثانية أنها خرجت بدون محرم، لأن الذي لم يبلغ لا يعد محرما، اشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، بالغا عاقلا،
الذي دون البلوغ لا يصلح محرما، الذي ليس عنده عقل لا يصلح أن يكون محرما. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة؟ لا يجوز هذا، لأنه يسبب الفتنة بها ويلفت أنظار الرجال إليها، فلا، إذا خرجت لا تخرج متعطرة ولا متجملة ولا متزينة، بل تخرج بثياب ليس فيها زينة، وتخرج بغير رائحة طيب، تخرج بغير رائحة طيب. نعم. يقول السائل: شخص جاء للعمرة ولا يذهب إلى بلده إلا بعد العيد، فهل يخرج زكاة الفطر هنا بمكة أم يوكل أحدا من أهله في بلده يخرجها عنه؟ كلاهما جائز، إن أخرجها في مكة فهذا أحسن بالبلد الذي هو فيه، وإن وكل أهله يخرجونها عنه في بلدهم فلا بأس بذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.